تابعت تدريباتك في الفترة الماضية. لم أرى في حياتي من هو أكثر منك دقة. لك عين كالنسر، وقد أعز الله بك صفوف المجاهدين وله الحمد. طلبت منك الحضور لسببين. السبب الأول أن أخبرك بكنيتك، ستعرف في التنظيم باسم أبو عمر النسر. هذا هو اسمك الحربي. لم تعد فخر الدين هاشم ولا عيسى سالم، لم تعد أي شخص آخر. والسبب الثاني وأني مضطر للسفر في الأسابيع القادمة، وعندما أعود سوف نتحدث في حديث الجهاد. طب أنا كان لي طلب. تفضل. كنت عايز يعني أنزل أشوف عمر. ألم تفكر في إحضاره إلى هنا لينشأ بين صفوفنا؟ لا، قصدي يعني أنه لسه صغير، المكان مش مناسب لي، بعدين إن شاء الله. ألم تعاود التفكير فيما قلته لك بخصوص الزواج؟ أنت بحاجة إلى امرأة ترعى عمر. أم ياسر الحمد لله بترعاه، وأنا مطمن عليه معها. تزوج لنفسك، إن لبدنك عليك حق، تزوج من أجل المتعة. وده يجوز؟ نحن في حالة جهاد ويجوز. لا، أنا الحياة ما فكرش لا في متعة ولا في غيره، أنا اكتفيت بأم عمر. أذكر ما قلته حينها، وحينها قدرت إخلاصك لسيرتها. ولكن حتى النبي تزوج بعد السيدة خديجة رغم عظيم حبه لها، ولكنه أراد أن يعطينا درسا فأن الحياة يجب أن تستمر. فعلا الحياة لازم تستمر، بس أنا اكتفيت. لو تأذني يعني أشوف عمر أبقى شاكر. ليس من الأمان العودة إلى سيرتك الأولى، وليس من الرحمة حرمانك من ولدك، ولكن فكر في المرة القادمة أن تحضره إلى هنا. إن شاء الله. متشكر. السلام عليكم.